شكرا 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 لكم جميعا. قبل نطلع لحاجة جميلة جدا أنتجت وصورت خلال أو أقل من 48 ساعة، أبغى أسمع كلمة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم الحسين. تفضل يا أبو صالح. الله يبارك فيك ويرضى عليك. الحمد لله وقفنا على هذه المسارح كثيرا الحمد لله، وبورك لنا كثيرا، لكن في هذا الوقوف في هذا البرنامج نجاح غير وله طعم غير. الله يبارك فيكم. أهني والدتي الغالية الله يطول عمرها على طاعه وجعلني ما ذوق يومها، ووقف معي والدي رحمه الله في مثل هذه المواقف، ولو تنظرون في حسابه في تويتر كاتب في البايو حقه الله يوفق ولدي إبراهيم لما يحب ويرضى. وكم كنت أتمنى لو كان معي في هذا الموقف. نحمد الله سبحانه وتعالى لعل الله استجاب دعوته. أشكركم، أشكر ولاة الأمر، أشكر هيئة الإعلام المرئي والمسموع على التمكين وتوجيهنا في حال الخطأ، أشكر الجمهور الكريم، أشكر فريق العمل، أشكر المتسابقين، حملنا عليهم كلفنا عليهم وما قصروا جزاهم الله خير، ويعني استمروا في البث ساعات كثيرة وما خالفونا. يعني في البرنامج هذا وصلت ساعات البث إلى 21 ساعة وهذا مرهق. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتهم. ونشكر جمهورنا الكريم، بهم نجحنا وتقدمنا، الله لا يحرمهم الأجر وأكملوا لنا الوقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا كلنا، قناة الواقع وجمهورنا كامل يوم القيامة بإذن الله تعالى. يا رب. أستاذنك الشيخ بدر الحسين تفضل. طبعا أول شيء صراحة الكلمات تتلعثم وتتلخبط، ونشكر أخوي إبراهيم الحسين على هذا التقديم العظيم وعلى هذا الجهد الجبار، ونشكر صراحة رئيس يعني مجلس الإدارة ورئيس البرامج أخوي زياد وجميع من كان خلف هذا الكيان من إبداع وتقديم وإنتاج وكذلك إعداد. صراحة نشكرهم من أعماق القلب على ما قدموا، وبجهودهم وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهودهم الله سبحانه وتعالى أتم لنا وقفين. ولا يسعني في هذا الوقت إلا أبيات بسيطة أذكرها بعد طبعا فقداننا لوالدنا الغالي الله يغفر له ويرحمه، الآن محزمي وعضيدي أخوي أبو صالح، فقول يا رب تحفظ لي أخوي الغالي بو صالح اللي واجداتنا أفضاله، يا محزمي يا طيب الأفعالي يا ذا الكريم اللي قليل أمثاله، وقول له وانتم بصوت عالي، وقول له وانتم بصوت عالي مشكور يلي كل حمل شاله، مشكور يلي كل حمل شاله، وجزاكم الله خير. سلمت سلمت سلمت.